بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شهادة حق أقولها وأنا على أعتاب مغادرة هذه الدنيا. أقولها لأنه واجب تاريخي معلق في رقبتي. أقولها ولا خير في إن لم أقولها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها. هذه الشهادة أقولها للكويت، الكويت التي ارتبطت بها من عام 1980 تقريبا. حكايتي معها ببساطة شديدة، بس قبل ما أقول حكايتي عايز أقول انقذوا الكويت، انقذوها من الحاقدين عليها، وانقذوها من الجهلاء الذين فيها. الكويت هذه الأرض الطيبة الكريمة التي فتحت أحضنها لكل مغترب وكل طالب رزق حلال، بل فتحت أبوابها وأموالها وأرسلت كل ما تملك إلى كل محتاج في كل أرض من بلاد الله. أقول هذه الكلمة لله ورسوله. الكويت بدأت علاقتي بها بعد ما أنهيت دراستي. أنا خريج سينما. أعرف نفسي سريعا لمن لا يعرفني والذين لا يعرفونني كثير. أنا إعلامي مصري خريج سينما، وأنهيت دراستي السينما، ثم عملت لمدة سنة في التلفزيون المصري، الإذاعة والتلفزيون المصرية، ثم انتقلت إلى الكويت. انتقلت للكويت وبدأت علاقتي بها وامتدت إلى اليوم، قرابة 35 سنة تقريبا. في هذه الفترة الزمنية الطويلة جدا لم تنقطع علاقتي بالكويت، ورغم أني من 2011 ليس لي أي عمل بالكويت ولا أقيم فيها، لكن شريان الحب الذي بيني وبينها لم ينقطع ولن ينقطع. الكويت كأرض، الكويت كعطاء، الكويت كأم، الكويت كأصدقاء وأهل. هذه البلد الطيب الذي ما أن يدخله الإنسان إلا ويشعر فيه بأنها تلملمه وتلملم جراحه واحتياجاته ولا تبخل عليه أبدا. هذا هو ديدن الكويت. أقول لكم سريعا أني من وقت ما وصلت إليها وبدأت أشتغل، ربنا سبحانه وتعالى رزقني بأصدقاء. هقول بعض الأسماء. طبعا أنا أعرف من الكويت أكثر من 200-300 شخصية مهمة جدا، لكن سأقتص بعض الأسماء التي أنا على علاقة شخصية وأثرت في حياتي. أولا عم منديل القحص رحمه الله. الذين يعرفون الكويت ويعرفون الجهراء يعرفوا عائلة القحص. عائلة القحص هذه عائلة يعني عربية أصيلة تسكن منطقة الجهراء، وأولادها في كل مكان لهم قيمة عالية للغاية. عم منديل رحمه الله هو الذي كان كفيلي، ذهبت إليه لأنه كان صديق أخي الأكبر وأصبحت كفالتي عليه. هذا الرجل الذي عشت في بيته، عشنا تقريبا قرابة 10 سنوات في بيته، وكان يتعامل معنا أننا أولاده. رحمك الله يا عم منديل. موقف واحد أقوله لكم. في أحد الأخوة من الفلسطينيين المستعربين الذين لهم فلسطينيين ولهم عرب ولهم حتى مسلمين، وكان اسمه الأزعر، وحصل بيني وبينه خلاف، فذهب لأن كان له علاقات تجارية، فذهب واشتكى علي من خلال بعض رجال الشرطة الذين يعرفهم وقتها، يعني الكلام هذا كان في تقريبا 82-83 تقريبا. يعني هذا الرجل ذهب فاتهمني بأني أسب الأمير، وسبت الأمير في الكويت هذه قضية، هذه جريمة، وأنا ما كنت سبيت ولا شيء، يعني أصلا ما كان في ذهني أفعل شيء كهذا. البلد كان بالنسبة لي بلد طيب وجميل، لماذا أسب أهله يعني؟ لكن الرجل حب ينتقم مني، فما علم عم منديل بهذا الأمر إلا وذهب معي. وهذا الرجل حتى يتجبر في الشكوى جعل الشكوى في منطقة بعيدة اسمها العبدلي، وذهب معي عم منديل رحمك الله. يا عم منديل ذهب معي ودخل بقوة وبغضب على المحقق، وهو كان رجل معروف طبعا، عم منديل من عائلة قوية جدا وكبيرة في الجهرة، وكان معروف، وهو أيضا كان في سلك الشرطة رحمك الله يا عم منديل. وقبل ما يحصل أي كلام قال له شوف ترى أنا هذا ولدي، هذا ولدنا. وهذه الجملة يعرفها أهل الكويت جيدا، وتحديدا البدو من أهل الكويت
حينما يقال هذا ولدنا يعني هذا ولدنا خلاص يعني. وقال له أن الاتهام الذي يوجهه هذا الرجل الأزعر هو اتهام أزعر مثله. فالرجل يعني الحقيقة يعني هداه وخلانا نجلس وشربنا شاي وطيب خطرنا وقال نعم أنا أعرف أن هذه الشكوى شكوى كيدية لا تشغل بالك. يعني أغلق المحضر، أخذوا مني كلمتين وأغلق المحضر واعتبروها شكوى كيدية. هذا موقف، هذا موقف واحد كويتي معايا كمصري ذهب إلى بلادهم ليعيش ويعمل ويخدم هذه البلد وهذه البلد تكفله، وهذا الذي حدث. أقول هذا الآن بعد الملاسنات وبعد الظلم الشديد الذي يوجه للكويت. الكويت الآن يراد بها شرا من دائرة الشر التي تحيط بها منذ زمن طويل جدا، وتلك الدائرة نفسها التي أحاطت بقطر وأرادت أن تكسرها بل أن تقضي عليها وأن تحتلها وأن تجعلها جزء من بلادهم، يقطعوا قطر فتصبح جزء من هنا وجزء من هناك. إذن محور الشر هذا الذي يدير ويحيك تدبير سيء يخص الكويت وأهل الكويت عليه أن يتوقف، لأن هذه البلد يحميها الله سبحانه وتعالى. وليس أقرب من هذا إلا ما فعله صدام، ونحن اليوم في ذكرى غزو الكويت. الذي حدث أن الكويت لم تعود بأهلها ولم تعود بعسكرها ولم تعود بالأسلحة الكبيرة والكثيرة التي كانت تشتريها من أمريكا، لا، الكويت عادت بأهل الخير وبفعل الخير وبحب الخير. الكويت هذه أرضا تعشق الخير، تنبت خيرا، وشعبها الذي لا يعرف الكويت جيدا ولا يعرف الكويتيين، جل أو أغلب أهل الكويت يعشق الخير حتى إن لم يكن ملتزما، فقط يعلم أن هناك من هو محتاج فمباشرة يساعد ويشارك ويخرج من ماله من حر ماله بكل حب. فإذا أهل الكويت المحبين للخير هم الذين أعادوا الكويت وجعلوها تستمر بفضل الله تعالى، وسوف تظل محروسة مصانة بفعل الخير وبأهل الخير وبالطيبين من أهل الخير. شخصية أخرى أثرت فيه في الكويت خلال مشواري هذا أحمد الفيلكاوي أو الفيلتشاوي، أحمد حمزة الفيلتشاوي. هذا الرجل حفظه الله كان وكيل الوزارة التي كنت أعمل بها، وبعد ما عملت معه بضع سنوات أصبحت أحد أولاده وأصبحت أذهب إلى بيته ويأتي إلى بيتنا سواء في مصر أو في الكويت. وانتهت علاقة العمل واستمرت علاقة الصداقة والأخوة، وهو أبي حتى اليوم، أحمد حمزة الفيلتشاوي أبي حتى اليوم، لا أحتاجه في نصيحة إلا أجده، وهو بإذن الله تعالى لن يحتاجني في أي شيء أي شيء في أي وقت إلا يجدني. أيضا أخي وصديقي سالم معتوق الذي تشاركنا معا، تشاركنا بماله وبمالي، وكان كل منا يتسابق إذا ما حصل خسارة في التجارة التي كنا نقوم بها وكنا بنستورد ونصدر أشياء، فإذا ما حدثت أي مشكلة في الاستيراد أو التصدير وخسرنا مال كان كل منا يتسابق ليتحمل عن أخيه وعن صديقه، وما زال هو أخي حتى اليوم. ثم عبد المحسن المعوشرجي، وعائلة المعوشرجي معروفة جدا، هي عائلة كبيرة جدا في الكويت. عبد المحسن المعوشرجي هذا الصديق الحبيب الذي آمن بي وساعدني وجعلني في عالم الإعلام لي قيمة، كان له دور كبير جدا في أن يصبح لي قيمة، وقام بتمويل فيلم سينمائي روائي طويل كان الفيلم الرابع في تاريخ الكويت والسودان. أيضا كان عبد المحسن معشيرجي هو المتكفل بهذا التمويل، وأيضا تلفزيون الكويت لا أنسى فضله أبدا. أنا الأجنبي الذي لم أكن كويتي مدنا بالمال وفتح لنا استوديوهاته للتحميض السينمائي، وكان هذا الفيلم فيلم الرحيل هو الفيلم الرابع، لكن صدام حينما دخل أخذ الفيلم وأخذ النسخة الأصلية. عبد المحسن المعشيرجي ما زال حتى اليوم من أكثر من 30 سنة هو أخي وحبيبي، لم يتغير بيننا شيء، وما أحتاج إليه إلا أجده. ثم أخي رحمه الله وشيخي الشيخ نادر النوري، هذا درة رجال الكويت الذي كان يحب الخير ويعمل للخير ومات من أجل الخير، رحمك الله يا نادر يا نوري. الشيخ نادر النوري هو مؤسس جمعية عبد الله النوري التي فتحت أبوابها وقلبها لكل من يحتاج في كل بلاد الدنيا، ولكن كان دائما نادر النوري يوصينا ويوصي أبنائه ويوصي إخوانه ويوصي القائمين على هذه الجمعية ويقول مصر إياكم ومصر،
إذا ما احتاج المصريون أي شيء لا تتأخروا عنهم. مصر تحديدا هي قلب أمتنا الإسلامية والعربية، لا تبخلوا عليها. كان هذا دائما ديدنه وحبه، كان يعشق مصر ويحبها حبا شديدا رحمك الله. وما زال ابنه حتى اليوم عبد الله نادر النوري ابني وأخي، وهو شريكي أيضا، وقد تشاركنا في مشاريع في مصر، عانينا كثيرا جدا، ولكنه كان يقول لي دائما: هذه بلدي، مصر بلدي، ليست بلدك بمفردك، وإذا كسبنا أو خسرنا هذه تجارة، لا عليك، لا تحمل هم. نعم بنينا مباني تجارية ولا مباني من أجل السكن الخاص والتجاري، وأيضا حدث لنا مضايقات كثيرة جدا لا نريد أن نتعرض لها الآن، حدثت لنا في مصر لم تحدث في الكويت، ومع ذلك الرجل حتى اليوم يحب مصر، يعشق مصر، ويدفع الأموال من أجل أن تستمر مشاريعنا ولا تتوقف. إذن هذا أيضا شخصية من شخصيات الكويت، الكويت التي تحب مصر وتعشقها، الكويتيون يعشقون مصر، فلا تسيئوا إليهم أبدا. ثم أخي رحمه الله عبد اللطيف الهاجري، هذا الرجل الذي كان يطلق عليه أبو الأيتام في العالم كله، مع عبد اللطيف الهجري عملت أو شاركت سواء بمال أو بغير مال من أجل خدمة المحتاجين في الدنيا. جبت 43 دولة من دول العالم، جبت مسجلا بالصوت والصورة الفعل الخيري الذي قامت به الكويت في 43 دولة ذهبت إليهم. الكويت ما بخلت على أحد أبدا، ذهبت ورأيت بأم عيني كيف هي تدفع من قلبها ومالها الحر من أجل أن تنقذ الناس، أيا كان هؤلاء الناس، ما بالكم إذا كانوا هؤلاء الناس مصر والمصريين الذين يجلونهم ويحبونهم ويحترمونهم ولا ينسون لهم أبدا أنهم كانوا أساتذتهم، وأنهم كانوا الأطباء الذين ساعدوهم حينما كانوا يمرضون، وأنهم كانوا المهندسين الذين شاركوهم في بناء الطرق أو الكباري أو العمارات. الكويتيون لا ينسون أبدا فضل الناس، فلا تجعلوهم يجحدوكم وينسوا فضلكم بأنكم تتجرؤون عليهم من أجل حقبة زمنية سوف تمر. لا تخسروا أبدا الكويت وأهل الكويت. من خلال عبد اللطيف الهجري رحمه الله قمت بالتدريس في إحدى الجامعات التي تملكها الكويت في وسط آسيا. هذه الجامعة كنت أدرس وأسست بها كلية الإعلام وكنت أدرس فيها. هذه الجامعة تملكها أو أسستها وأنفقت عليها امرأة كويتية اسمها غنيمة المرزوق، حفظها الله إن كانت ما زالت حية، رحمها الله إن كانت رحلت. هذه المرأة أنفقت ملايين الدولارات، ملايين كثيرة جدا، من أجل إنشاء جامعة على أحدث ما يكون، وأنفقت على الأساتذة والدكاترة والمديرين الكبار جدا في هذه البلد، وأحضرت من كل بلد الشخص المميز في تخصص ما، وكنت أحد هؤلاء الذين ذهبوا بالتخصص الذي أنا يعني متخصص به وهو السينما والإعلام، وكانت تنفق أموال ضخمة رأيتها بأم عيني. ماذا كانت تجني هذه المرأة من جامعتها؟ لم تأخذ أي شيء، كانت قد اقتطعت هذه الجامعة لكل من لا يستطيع أن ينفق مال، وكانت تقبل بها الطلبة المتفوقين أيا كان جنسيتهم أو أيا كان جنسهم أو أيا كان ديانتهم. حتى أن في هذه الجامعة أكرمني الله سبحانه وتعالى وقد أسلم معي على الأقل 40 أو 50 طالب إن لم يكن أكثر، لا أريد أن يعني لا أتذكر الرقم. كانت هذه الجامعة أيضا لها فضل بأني قد عرفت زوجتي التي هي معي، هي زوجة روسية ولم تكن مسلمة، كانت مسيحية، وأكرمها الله سبحانه وتعالى بالإسلام حينما تحدثنا معا حول الإسلام، وآمنت بآية واحدة. كانت هي نفسها تقول: كنا نسب الإسلام في كل ليلة وفي كل صباح، كانوا يربونهم على سب الإسلام. فحينما تحدثت معها عن الآية الكريمة في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالت: دين كهذا لا يسب دينا غيره ولا يفرق بين نبي ونبيه وبين كتاب وكتاب، هذا إذن هو الدين الحق. وأسلمت بفضل الله تعالى، وكانت الأولى على الجامعة، وكانت سبب في إسلام كثير جدا من الطلاب والطالبات. إذن هذا كان فعل الكويت وأهل الكويت. من ينسى منا عبد الرحمن الصميت
الدكتور عبد الرحمن السميط، رحمك الله يا دكتور عبد الرحمن، الذي حققنا برنامج تلفزيوني كامل عنه، وهذا الرجل الذي كانت تعرفه كل إفريقيا أو جل إفريقيا، هذا الرجل الذي كانت تسلم به ومعه ومن خلاله قرى كاملة، كان يسلم معه 10,000 دفعة واحدة. كيف ننسى فضل الكويت على الأمة الإسلامية وعلى الأمة العربية؟ الكويت التي لا يوجد أبدا ألم في أي مكان، إلا تجد الكويت مسارعة ترسل المساعدات، ترسل أبنائها، جل أبنائها، أشرف أبنائها، أفضل أبنائها. أخي أيضا الدكتور مساعد السعيد، الطبيب الجراح الذي عنده مستشفى في الكويت، هذا الرجل الذي خصص جزء كبير جدا من عمله ومن عمره ومن ماله لخدمة كل محتاج ولخدمة كل مريض، لا يذهب إليه مريض أبدا ويسأله ما هي جنسيتك إذا كان محتاج، ينظر إليه يعرف أنه محتاج إلى العلاج أو المساعدة أو التطبيب، فيسارع بأن يشارك في علاجه أو يقوم هو على نفقاته بالعلاج. هؤلاء هم الكويتيون الذين نحن الآن يعني فريق منا، ليس كلنا، فريق منا يتجنى عليهم، يتحدث بشكل ليس جيد في حقهم، لأن هناك مشاحنات أو هناك أخطاء من بعض الكويتيين. هل ادعى أحدنا أن الكويتيين هؤلاء يعني منزهون؟ هل هم رسل؟ هم بشر. ثم الكويت نفسها منشقة على نفسها، ليست كلها يعني نفس الشريحة ولا نفس الأصل، يوجد بعض الذين تجنسوا دخلوا الجنسية الكويتية لسبب ما أو لآخر، وهؤلاء ليسوا أصلاء، كما أن المصريين ليسوا أيضا كلهم أصلاء، فيوجد في المصريين من يخون الأمانة، ويوجد في الكويتيين من يتجبر وينسى نفسه وأصله لمجرد أنه حمل الجنسية الكويتية فيتجنى على الضعيف. إذن ليس هذا كويتي وليس ذاك مصري، فلا تظلموا لا مصر ولا تظلموا الكويت. تحدثت اليوم عن الكويت، لم أتحدث عن مصر لأني مصري، في النهاية محسوب على مصر، لكن الكويت هذه التي أكرمتني كرما شديدا والتي قضيت بها يعني أو علاقتي بها استمرت أكثر من 35 سنة، والتي من خلالها وأردت أن أكمل دراساتي العليا، فاستطعت أن أكمل دراستي في إحدى الدول المتخصصة في السينما، وأنفقت الكويت علي. كيف أنكر فضلها هذه؟ نعم، من 2011 ل 2020 ليس لي علاقة مطلقا بالكويت، علاقة عمل، أو فقط أزورها، أطمئن على إخواني هناك، أطمئن على أصدقائي، وأذهب أجلس يومين ثلاثة أيام وأذهب. هذا الذي يربطني بالكويت الآن، أنا أعيش في دولة غير الكويت، بعيدة عن الكويت تماما، وليس لي أي مصلحة مع الكويت مطلقا الآن مطلقا، لكن هذه هي المصلحة التي لي في الآخرة، أن أقول كلمة الحق. أخيرا، من ينسى عبد العزيز العويد ابن الكويت الذي تربى على أرضها ونشأ من ترابها، والذي دافع عن تاريخ الإسلام والمسلمين، هذا الإعلامي الجليل الذي له فضل علي كبير جدا. إذن أيها الأحبة، أنا ماجد عبد الله الذي ذهب إلى الكويت وعمري 22 سنة تقريبا، بعدما أنهيت دراسة السينما، وتربيت على أيدي الكويتيين، فأدبوني فأحسنوا تأديبي وتربيتي، وحينما أردت أن أكسب مالا حلالا كسبت أموالا كثيرة جدا من خلال الكويت بفضل الله تعالى، ثم بفضل أهلها، ثم بفضل جهدي، وجهدي هو يأتي في المرحلة الثالثة. لم يبخلوا علي أبدا، لم يتعاملوا معي مطلقا أني أجنبي أو أني جئت لأخذ أموالهم، بل أنهم علموني وأعطوني وزوجوني وأكرموني، ومن خلالهم زرت كما قلت أكثر من 43 دولة غير الدول الأوروبية التي زرتها، وأنجزت أعمالا كبيرة جدا بفضل الله تعالى. تحدثت في أعمالي التي أنجزتها وأنا أجوب العالم عن تاريخ الأندلس وعن تونس وعن مصر وعن الدولة العثمانية، ذهبنا إلى كل مكان نستطيع أن ننقل فيه التاريخ بشكل صحيح، وكانت الكويت هي صاحبة الفضل. لا تنسوا أبدا فضل الكويت، لا تنكروا فضلها، كل من ذهب إلى الكويت فقيرا فاغتنى يذكر فضلها، كل من ذهب شابا غير متزوج وتزوج من خلال مالها وخيرها وأنشأ أسرة وربى أسرته بشكل صحيح وكبرت هذه الأسرة وارتبط أبنائه بالكويت لا ينسى فضلها. دافعوا عن الكويت، فأنتم أحق بالدفاع عنها من أهلها.
الكويتي لا يجب أن يدافع عن الكويت في هذه الهجمة السيئة التي يقودها محور شر من أجل أن يعزل الكويت ويسقط الكويت كما أرادوا أن يعزلوا ويسقطوا قطر. ولن تسقط أبدا الكويت لأن أهل الخير فيها والخير أبدا لا ينقطع. وهذا ماجد عبد الله يحييكم.